في 7 كواكب، الكواكب في يمينه، لكن ما قالش ان المناير في يمينه، قال بيمشي في وسط ال7 مناير. 7 مناير هي 7 كنائس، الكواكب اللي هي رمز لكل خدام الكنائس السبعة. كلمة سر يعني ما هماش 7 كنائس، هي كنيسة واحدة، وحيدة، مقدسة، جامعة، رسولية، بس هتعبر من يوم ال50 ليوم الاختطاف 7 ترتيبات. الكنيسة الأولى نقدر نقولهم باختصار لها صفة اسمها ترك المحبة الأولى، اللي هي أفسس. الكنيسة الثانية سمرنا، اللي هي بنسميها الضيق من أجل اسمه. الكنيسة الثالثة برغامس، نقدر نسميها المنزلق الخطير. الكنيسة الرابعة سياتيرا، نقدر نسميها الانقسام. الكنيسة الخامسة ساردس، نقدر نسميها مظهر بدون جوهر. الكنيسة السادسة فيلادلفيا، نقدر نسميها تشجيع بلا توبيخ. أما الكنيسة السابعة فهي نسميها لأوديكية كنيسة الفتور، ليت كنت بارد أو ساخن ولكنك فاتر، فإني مزمع أن أتقيأك من فمي. الكنيسة الأولى أفسس محبوبة ومرغوب فيها عصر الرسل. الكنيسة الثانية سمرنا يعني المر عصر الاستشهاد. الكنيسة الثالثة برغامس الارتباط بالعالم عصر البدع والفهرطقات. الكنيسة الرابعة سياتيرا مسرح انقسام الكنيسة لكاثوليك وأرثوذكس. الكنيسة الخامسة ساردس مظهر بلا جوهر ظهور البروتستانتية. الكنيسة السادسة والسابعة هما العصور اللي احنا عايشين فيهم دلوقتي، فيلادلفيا يعني محبة أخوية، وده النشاط والنهضة اللي ظهرت. ما ظهرش نهضة زي الأيام اللي احنا فيها، ما أكثر الاجتماعات، ما أكثر العظات. فيلادلفيا اللي بيقول عنها يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها. قبل كده كان في أماكن ممنوع إن الكتاب المقدس يدخل فيها وإن البشارة تدخلها. من ساعة ما بدأت الأقمار الصناعية والأقمار والقنوات، ابتدت القنوات الدينية كلها تدخل في كل البيوت وينتشر كلمة الله في كل مكان. دي فيلادلفيا محبة أخوية. وأيضا في هذا العصر نفسه لأوديكية يدخل النجاسة وكل الحروب والقتل والبهدلة وكل الأمور والارتداد. عصر النهضة وعصر الارتداد. في عصر الارتداد بيقول عنه لا يأتي المسيح إلا بعد أن يأتي الارتداد أولاً.